السلام عليكم، صباحكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان. يوم من الايام في العراق وتحديدا بغداد، اثناء المعركه المشهوره بين الامين والمامون عيال هارون الرشيد، صار حدث غريب جدا. كان الامين جالس في مجلسه، المامون انتصر عليه في المعارك كلها، جيشه انحاش، قادات جيشه انحاشوا، طاهر بن الحسين قائد جيش المامون واقف على حدود بغداد. فدخلوا قاده الامين عنده الباقين، قالوا طال عمرك ترى ما بقى العدد بسيط وحامية القصر الجنود انحاشوا، عطنا أوامرك وش نسوي؟ قال عندي كرت أخير، عندي كرت أخير، بس يا عيال ترى السيف أبو حدين. قالوا كيف يعني؟ قال مدري سيف، ما ندري هو يطعنهم ولا يطعننا حنا، ما ندري، بس إذا بيأخذون بغداد وبغداد بتروح، خلنا نموت كلنا، خل السفينة تغرق باللي عليها. قالوا طال عمرك وش تفكر فيه؟ قال انا اعلمكم. قام الامين من كرسيه والقاده كلهم يطالعون فيه ينتظرون اوامره. قالوا وش نسوي طال عمرك؟ قال فكوا العيارين والشطر. قالوا لا تكفى 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 نتفكر في الموضوع مره ثانيه. قال فكوا العيارين، عندك خيار ثاني؟ اعطوني خيار ثاني، عندكم خيار ثانيه؟ قالوا ما عندنا. قال فكوا الوحوش ذولي، فكوا العيارين والشطار ذولي القتله وقطعين الطرق والمجرمين اللي يفسجون، اللي ساجنينهم الدولة في بغداد، اللي بعضهم الواحد منهم يمكن قعدوا عشان يسجنونه 3 شهور وربع شهور هم يحاولون في واحد، وذولي الحين مجموعة من القتلة واللصوص وحوش حاجات مرعبة جدا. قالوا طال عمرك لو فكينا ذولي كيف بنسيطر عليهم؟ طيب قال ما نقدر، عشان كذا أنا أقول لك لا السيف بحدين، حنا ما ندري ايش بيسوي، بس المأمون بيدخل بجيشه خليه يدخل ويلقى ذولي. والقادة يجلسون يطالعون في بعض، تذكرون الوحوش ذولي اللي تحت الارض. قالوا طال عمرك انت تذكر كم نقعد علشان نمسك واحد منهم وكم يموت منا علشان نمسك واحد؟ تبين نفك ذولي كلهم؟ قال ايه خل جيش المأمون اذا دخل يشوف ذولي خليه يمسكهم، خليه يتفاهم معهم، يلا ورنا جيدك في ذولي، طلعوهم كلهم سوا. قالوا تم بس ترى في احتماليه هم يرجعون يقتلوننا حنا. قال نموت كلنا، يقتلوننا يا شيخ، يلا خلنا نموت كلنا بس ما تروح بغداد. يروح واحد من قادة الامين اسمه حاتم بن الصقر وينزل تحت الارض للسجون حقت بغداد اللي فيها العيارين والشطار، سجونهم خاصة لانهم مجرمين قتلة، الواحد يقتل بيدينه، يحب انه يقتل يفصل الادمي بيده ويطالع فيهم من ورا الحديد، اشكال مخيفة مرة. يجي عند واحد من الجنود المسؤولين عن حراستهم، قال فكهم كلهم. قسم؟ قال فك المساجين كلهم، اعطيت كلام مرة نفكهم. قال يا حبيب دقيقة يا امر، نفك ذولي وحنا بينهم هنا. قال يا حبيب اطلع على جيش المأمون يقتلوني، ارحم لي يا على الاقل بيطعنوني طعنة واموت، انت تدري ذولي ايش بيسوون فينا اذا فكناهم؟ انت شوف وجيههم. ويطالع حاتم الا صدق وجيه مرعب، ويطالعون فيها العيارين. قالوا وش ما مسوين شيء؟ فك عاد، فك الباب، انت ايش فيك؟ اسمع كلام قايدك. قال حاتم ما عليك، فات بتفاهم معك. حاتم ياخذ المفاتيح ويطالع فيهم، قال انا بفك عنكم البيبان، بس قبل لا تسوون اي تصرف يعني اسمعوا كلامي. قالوا وش تصرف؟ ايش توقع يعني؟ احنا معودينهم على قله الادب، كل واحد معي. لا والله ما ادري، ذول كلهم محكومين بالاعدام اثنين. قالوا ما في، افتح بس ما عليك انت. قال حاتم انا في وجهك يا ربي. هو يفتح البيبان حقت السجن، هم يطلعون العيارين والشطار يطلعون يمشون، الرجال فيهم هذا كبر يده 4 مرات، يده كبر يده شي. هم يوقفون عند حاتم وحاتم يطالع فيهم. قال اسمعوني، خلني بشرح لكم الموضوع كله وانتم بكيفكم. والعيارين يتجمعون على حاتم، واحد ينخس بطنه، واحد يضرب اذنه، يستفزونه. قال حاتم ممكن تسمعوني؟ قال طيب انت وراك خايف الحين؟ قال ما بخايف. قال بس ممكن تخاف؟ قال تسمعوني؟ قال ابد تفضل. قال جيش المأمون على اطراف بغداد، ندخل جيش المأمون بغداد، احرق الدنيا، قتلنا كلنا، مو بنفرق بين عيار وبين مواطن يعني عادي، وش احنا وياكم الحين على نفس سطح السفينة. قال الله، من اول انتم بس اللي على سطحها وحنا في شنطه السفينه، الحين صرنا كلنا على السطح. قال لا يعني انتم ابطالنا الحين، لازم تساعدونا.
قال الله ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعندي صدام الخيل يا ابن الأطايب. قال والله انكم من حنا عيال زبيبة الحين والله يعني خلونا قوة وحدة. قالوا العيرين طيب ما في مشكلة بس عندنا شروط. قال حاتم ابد سموا ايش تبون؟ قالوا اول شيء تسقط جميع التهم عنه. قال اسقطت تم. قال واحد منهم حتى انا. قال حاتم انت وش مسوي؟ قال انا طاعن واحد. قال يا اخي ممكن سيفك هو اللي طاح من يدك في بطنه. قال بس اني طاعنها 4 مرات. قال عادي ترفع السيف ويطيح ترفع السيف عادي تصير لا ما يعتبر قتل لا ما عندك اي حكم اعدام. قالوا طيب حنا ترى نفس الشيء كلنا احكام اعدام. قال كلكم ما يا اخي لازم يموت من هذا سنة الحياة ناس تعيش ناس تموت ما عليكم اي احكام. قالوا حلو اتفقنا. قال حاتم اي شيء ثاني؟ قالوا ايه يمكن 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 نطيح على ذهب ويعني في الارض ما درينا عنه واذا قمنا علق في ديننا. قال حاتم ما دريتوا انتم انه علق في دينكم الذهب؟ قالوا ايه يمكن نطيح على اقمشه وتلزق في قالوا عادي لزقت مالكم. قال واحد طيب ممكن اني امشي وطحت على خزنه في بيت واحد وطاح سيفي في بطنه بعد هو واخذت الذهب لما عاد الراعي. قال حاتم عاد تصير بدنا اول غلطان اللي يحط ذهبه في الخزنه عادي يا عيال فسمح لهم حاتم. قال واحد طيب ممكن يمشي وطحت. قال حاتم عاد انتم ما تعرفون تمشون عاد بلا طيح يا عاد خلاص خذوا اللي حاجتكم اخذوا حاجتكم فسمح لهم حاتم في النحب. بس قال عاد تقتلون الناس ولا قالوا بناخذ حاجتنا يعني الواحد ما عندنا شيء احنا نبي. قال حاتم اجا خلاص اتفقنا. ففكهم حاتم وطلعوا يمشون وطلعوا وقاموا يشوفون بغداد. شوف قال والله من زمان على الناس وجه الناس وبغداد. قال حاتم بس ترى في مشكلة ما عندنا أسلحة تكفيكم والله ما فيه. قالوا اي يا سعد في عجرة عندك هراوة؟ قال وش يعني؟ قال في خشب طايح. قال قدامكم جيش نظامي جيش منظم بسلحته وعتاده. قالوا هات خشب يا ابوي في هات خشب هات. قال ابشر يعطيهم خشب عجاري ودنيا. قالوا حتبي بلك عطنا بلك هات حصى هات حي يا ابوي جيب اي شيء جيب عطنا اي شيء بس عطنا. قال واحد انا ما ابي بديني ما ابي شيء. قال حاتم انتم مستعبين ترى قدامكم قوات جايه من خراسان جيش عظيم منظم. قال حياهم الله حيا خلهم يجون يا خلاص انت اطلع برا الموضوع خلاص خلصت دورك انت حاتم خلاص يلا عيال تجمعنا يلا. فانسحبوا جنود الامين من السوق وبقوا العيارين والشطار ذولي في السوق على اساس انهم زباين وتجار يعني كذا مالين السوقهم. فدخلت فرقة بسيطة من جيش المأمون يوم شافوا ذولي انسحبوا دخلوا بدأ الجنود يمشون في السوق فهم يشوفون ما في السوق ولا وجه راضي الله عنه وجيت مخيفة. مشى واحد من جنود المأمون يطالع على ذاك بشنبه كبره يتقيس قماش. قال الجندي بس ترى ذا قماش نسائي. قال انا احب البس قماش نسائي ذا انا. انت من وين انت؟ قال انا من جنود المأمون. قال ايه من جنود المأمون بالله تكفى تعال مسكنا انا وذولي اللي هنا واقفين عاقبنا تكفى احنا ودنا نتعاقب احنا ما تربينا ممكن تجينا تضربنا تأسرنا. قال الجندي انا الله يسامحكم انا مالي رغبه انتم مسموحين ان شاء الله ويطالع في الوجيه. فتجمعوا الجنود حقين المأمون مع بعض مره ثانيه وقالوا دقيقه عيال انتم شفتوا اللي شفناه في سوق بغداد؟ قال واحد اي والله انت مره كذاك اللي شايل حمار. قال لي يا اخي انا في اشكال غريبه في وحوش في الوضع مريب. قال واحد ما قاده دابا ما في جيش وذول يعزل خلنا نروح نصفيهم خلنا نروح نقتلهم. قال واحد طيب ايش دراك انهم عزل يمكن معهم اسلحه يمكن ما درين عنها. قال مشينا يلا هم يجمعون جيش. قال مشينا ونشوف. فاجمعوا جيش ودخلوا على سوق بغداد والعيارين يتجمعون يطالعون في جيش المأمون اللي بسيوف وجاهزين. قال عيارين اخيرا جيتوا يا كنا نتوقع راح ننجو بفعلتنا السيئه كنا اشونكم جيتوا عشان تعاقبونا. قالوا حقين جيش المأمون معكم اسلحه؟ قالوا لا شوفون اسلحه معنا. قالوا ايش اثبت لنا ما معكم اسلحه؟ قال طيب اثبتوا لهم يا عيال. والعيارين يفسخوا ملابسهم فسخوها كلها. قال حق الجيش المأمون يصدون اي بس يا ولد عيب. قال ايش نوريكم ها؟ وروهم يا عيال عندنا اسلحه ما عندنا اسلحه.
قال صك غطى القرف ذا يا شيخ، وش مش الناس ذي؟ ما انتم متخلفين انتم. قالوا لا عشان نثبت. قال طيب يلا نلبس. يلا هم يلبسون وزره بس يغطون بها كذا. قالوا احنا ما عندنا سلاح، احنا بس طلبنا بسيط، ودنا نتعاقب. ويجي واحد من جيش المأمون بيمسك واحد من العيارين، والعيار يحتريه لين قرب، هو يمسك المعشاره، هو يحط رقبته كذا يطق ويكسر رقبته ويطيح الجندي. قال عيار حسيت انا كنت بس اني بس مبطن عن القتل هدية عيال معلش. ويطالعون جيش المأمون ذا، والقائد حق فرقة جيش المأمون ذي يسحب سيفه ويدخلون على العيارين. جت مشاهد اقتلوهم العيارين قتل هايل بخشب بخشب وبيدينهم. ياخذ الجندي يجي بحصان على العيار، يمسك حصان رقبته الحصان، يطرح الحصان ويمسك ذا ويكسر رقبته. والقائد يطالع يشوف جنوده مخطوفين شايلينهم عيال ضوء. شاف جنوده يموتون بامشى طريقه، شاف جنوده يموتون بيدين ناس، واحد يمسك وجه واحد يفصل له واحد، شاف جنوده ينشالون على الظهور، واحد ماخذ النص هنا، واحد ماخذ جنب من جندي ومن حاشبه، واحد مقطعين. شاف مشهد بشع مره، فانسحب انحاش من سوق بغداد، رجع لقاداته قايد الفرقه ذا، رجع قال دقيقه عيال انا رايح من الفرقه، انا نزلت على وادي جن، انا ما نزلت على بشر، انا ما ادري من ذول عيال، انا استقيل، انا ما عاد بيقابل الاشكال وجهتي، انا ما مر علي في معركه مثل ذولي. قال واحد من قادات المأمون هو خرساني، قال عراه عراه يسوون فيك كذا يا اخي، عزل انت عار علينا. قال ادخل عليهم شوفهم في سوق بغداد، ادخل ورنا جيدك. فضرب حصانه ودخل في سوق بغداد وشاف واحد من العيارين. يوم شافها العيار كان مشغول، كان ياخذ اعضاء من جنود قاتلهم وكان يجمع، فشافه قال حلو واحد على حصان واضح اللبس زين، فاخذ العجره واخذ جلد اللي كان لابسه جندي جلد في يده، وجاه يعدي الارض ولا سما، فسحب الخرساني السهم ومده ورمى، فضربها في الجلد واخذها وقال دانق رزقنا الله. السهم قيمته دانق. قال باقي معك 12 بترميها وباخذها كلها 12 وبجيك وباخذ راسك. والخرساني يسحب سهم ويرمي، وكل ما وصلت عند العيار ضربها في الجلد وقال دانق ياخذ يجمع معه دانق سبحان الرزاق، لين وصله ومسك الجام حصانه، بيطلع على حصانه وبيفصل راسه زي ما قال، فضرب الخرساني حصانه وانحاش ويلتفت العيار يعدي وراه وين دقيقة راسك، وينحاش لين وصل عند الفرقة، فالتفت وقال دقيقة ذولي مو بإنس ذولي. قالوا احنا شو نقولك احنا نقابل مجانين. قال عيال هذا يجمع اسلحتي على انها فلوس، هو يطالع فيني على اني فلوس، انا واعضائي واغراضي وحصاني فلوسي بيسرقها، ذولي مو بشر. فجت حالة استنفار مهيبة في جيش المأمون كله، فتجمع جيش المأمون بقيادة طاهر بن حسين، في شيء غريب صار، في ناس طلعوا ما حسبنا حسابهم. فهم متجمعين، جاهم جزء من العيارين مفاصيخ يمشون لين وصلهم، قالوا اسمعوا حنا أداكم، لا تحجج وتقتل الناس اللي في السوق تحسبنهم حنا، لا حنا بالمرية ترانا مفاصيخ، ترانا ما نبلابسين إلا حاجة بسيطة بس، يعني كذا قماش يعني اسم إن سترنا، أنت طايش وتحس إنك جيش منظم وجاي من خراسان بخيولك وعتادك ودنياك ومن جنيقك، انزل لي في قصر صالح، حنا نبيكم هناك، تعال فكرة تمام من أسلحة، حتى سلحة جنودكم ذي خليناها، انزل في قصر صالح يبينون الرجيل، تعال اطلع. وجيش المأمون يطالع وش ذولي؟ وش الأعراب؟ وش اللصوص ذولي؟ وش القتلة؟ ويروحون العيارين مفاصيخ رايحين قصر صالح. فتجمعوا العيارين في قصر صالح ودروا القتلة وقطعين الطرق اللي في الجبال وانزلوا، قالوا احنا بنفزع معكم، احنا دخلونا معكم. قالوا مرحبا مسحرة، زملاء عمل ومهنة واخويا من زمان، يلا بس افصخ لي ملابسك، افصخ سروالك ذا يلا. قال دقيقة بس أنا أريح لي، ترى أني قاتل بسروالي يعني أنا متعود على. قال لا ما تنفع السراويل في المعركة هذه نبي نرتاح، نبي المعركة ذي فدائية، خلاص نبي ما عليك شيء تخسر، خلصنا. قال تم وفصخوا وعطوهم قماش، قال لف بس قماش ذا وجلسوا جلسين. لكم تتخيل المشهد اللي في قصر صالح، لا تخيل مرة يعني،
حاول شي قطعين طرق خلصوا سقاتها له ودنيا يحترم. يلا تعال، كل شوي يصيحون لمامو تأخرت، تعال انزل انزل انزل، انت جيش نظامي انت، تعال تبين هنا محك الرجال انزل. فجاء جيش المأمون كله يقود طاهر بن الحسين شخصيا، قائد قوات المأمون كلها بنظام، بدروعهم بسيوفهم بمنجنيقهم بدنياهم، والعيارين ينتظرونهم في قصر صالح. بدأت المعركة، معركة أغرب ما تكون. قابلوا ناس حياتهم كلها أساسا القتل والدمار والتشريد، هو كذا حياته. فكانوا الجنود يتجمعون كلهم على واحد ويطعنونه يطعنونه، هو بالهروه يضرب راس ذا ويكسر قبل ذا ويطعنونه يطعنونه لين يطيح يموت، واذا مات يتحرك شوي بيطعن ويمسكون يطعنونه. يتجمعون الجنود بجنب السور يلتفتون يلقون عيار فوق ما مع شيء، يطب عليهم بدينه، يطب يخنق ذا ويضرب ذا ويطعن ذا. قابلوا حوش مره شيء عجيب جدا، يعني أجندي بحصان يعدي بحصانه، ما يدري الواحد متعلق بحصانه من تحت، يطالع فيه يسحبه يطرحه يروح ينزل يكسر قبته مو بصحيح. فكانوا الجنود يشوفون العيار دمان وجهه ومطعوم من كل مكان وجايهم يمشي، تعال خايفين تعال. فيقول عم بس أنت طاح القماش اللي عليك، قلت تعال. فيجون بيقتلونه، تلقاه يمسك واحد يكسر قبته لين يطعنونه، ما ينحاش يعني. المصاب فيهم، المصاب اللي نزيف بيموت يزحف لهم، يزحف للجنود بيقتل واحد اثنين قبل لا يموت. فطا كان طاهر بن حسين يشوف الوحوش ذولي اللي قدامه، الوحوش ذولي اللي يشوف جنوده يتطايرون يمين يسار وقاداته يقتلون يمين يسار. صح على جيشه، قال انسحبوا انتم قدام بشر من ذولي. فكانت اول هزيمه فعليه لطاهر بن حسين، انسحب قتلوا فيهم العيارين قتل هايل جدا، فانسحبوا هزموه ناس عزل بسنهم لهم تاريخ عظيم في القتال. تعال نطلع المراجل هنا. فيوم انتهت المعركة قام واحد من العيارين فيه جروح وطعون ويطالع في بغداد، تدمرت بغداد بالمنجنيق، النار في كل مكان، الأطفال والنساء موتى، شيء عجيب اللي يشوفه. فقال بكيت دما على بغداد لما فقدت غضارة العيش الأنيقي، تبدلنا هموما من سرور ومن سعة تبدلنا بضيقي، أصابتنا من الحساد عين فأفنت أهلها بالمنجنيق، فقوم أحرقوا بالنار قصرا ونائحة تنوح على غريقي، ومغترب قريب الدار ملقى بلا رأس بقارعة الطريق. كان يوصف مشاهد حزينة جد البغداد. فكانوا العيارين آفة جيش المأمون، شيء مخيف، يطلعونهم في كل مكان ويقتلونهم ويرجعون يختفون وحوش. واحد من جيش المأمون يقول يفنى الزمان وما يفنى قتالهم، والدور تهدم والأموال تنتقص، يأتوننا بحديث لا ضياء له في كل يوم لأولاد طوط قصص. يعني هو قذفهم فأشفرت، يعني استحيت بالنيابة عنه. يقول جننونا يلعب ليسهم، يفنى الزمن وما يفنى قتالهم، عجزوا فيهم. والعيارين فصخين عجاريهم معهم حصى طالعون بغداد، والله ما تدخل بغداد. ولكن في لحظة تغير كل شيء، الأمين قرر ينحاش من بغداد، الأمين اللي طلعهم من السجون وقال دافعوا عني انحاش من بغداد في ليلة، فمسكوه جند المأمون وقتلوه، مات الأمين خلاص، يعني الخلافة صارت للمأمون. بدأوا التجار حقين بغداد اللي كانوا العيارين يدافعون عنهم بدأوا يخونونهم، يقولون للمأمون حنا معك بس فكنا من العيارين ذولي. فنفوهم الناس في بغداد، وصاروا الناس يحذفونهم ويعلمون عليهم الجنود، فصار يموت منهم ناس ويقتلون، ما حد يطلع من العيارين اثنين ثلاثة يتجمعون عليهم الجنود يقتلونهم، كلنا تخلى عنهم، ما عاد معهم أحد، ما عاد الناس يبون يكسبون ولاء الخليفة الجديد المأمون، وانتم عقبة يا العيارين، كنتوا اللي تقاتلونه. فانحاشوا العيارين، طلعوا من بغداد، هاموا في الجبال، راحوا يلعب ليسكم بعد كل اللي سويناه لبغداد. فتفرقوا كتيبة العيارين في الأرض، الناس إذا قابلوا واحد من العيارين مسكوه وقتلوه، صاروا يقتلون في كل مكان بعد دفاعهم المستميت عن بغداد. مرت السنوات وهم منبوذين العيارين، لين جاء يوم من الأيام ثاروا الناس في بغداد على الدولة، على عميد الدولة جلال الدين،
خلاص ثورة عظيمة جدا. فراح الواحد من العيارين اسمه أبو علي البرجمي، فقالوا له رجع العيارين يلا حنا نبيكم الحين معنا. قال أنا وش يضمني كم ما تسوون نفس الحركات القديمة. بدينا أنا تبت عن الدنيا ذي كلها، أنا أرعمي الحين وفي بيتي المستور داب جنب نهري. أخي لا تطلعوني. قالوا حنا معك، نادى العيارين يلا نبدأ من جديد ثورة. تكفى تكفى لا تخلينا في الوقت ذا، والله قاعدين مجوع وقفوا معنا. فقالت أم البرجمي أطلع معهم أطلع معهم أمك، يلا اجمع العيارين تحت قيادتك من جديد رجعوا أمجادك. فطلع أبو علي البرجمي بعد ما مات المأمون بسنوات طويلة، خلاص حنا في وقت الحين جلال الدين. فقال لي عند دقيقة بترجع أمجاد العيارين يلا. فنادى العيارين فجو جو اللي في الجبال القطاعين الطرق الناس ذولي كلهم جو تجمعوا. قالوا نسوي زي القديمين نفسخ. قال لا الحقبة ذي بدون تفسيخ. قالوا خلنا عشان أريح في القتال. قال بدون تفسيخ خلنا نمشي بين أطفال وناس. فكان أبو علي البرجمي كنه روبن هود، ياخذ من الدولة ويسرق ويعطي الفقراء ذولي، وياخذ وينهب ويعطي الفقراء والمساكين. فما أعجب جلال الدين، ما أعجب الوضع ذا، فقال دقيقة نادوا الشعب. فجابوا ناس من بغداد، قال اللي يجيب راسه ذا إلها فلوس إلها فلوس ما تفنى. فوافقوا وافقوا انهم يقلبون على أبو علي البرجمي. نادوه يوم من الأيام الناس، قالوا حنا في حاجة، عندنا أطفال ما يلقون شيء يأكلون، بالله تعال شوف الوضع شوف. فجاء يوم جاءوا يمسكونه يربطونه والعيارين مهمه، أبو علي البرجمي منصدم، يمسكونه ويسلمونه لجلال الدين. قالوا هذا هو تصرف معه. فطالع فيهم يعني أنا تارك أمي وكنت في بيتي لحالي ولا لي نية خروج ولا لي نية، وقلتوا لي حنا معك وتسوون فيني كذا بعد العمر ذا، يعني أنا أمي طيب من لهاون. فدروا العيارين وتجمعوا من كل مكان وحوطوا البيت اللي فيه أبو علي البرجمي، حوطوه كله. قالوا اقسم بالله لين يموت آخر واحد فينا أنا لم طلعه. فكانوا القادة وجيش الدولة اللي تبع جلال الدين يشوفون العيارين ونيرانهم في كل مكان محوطينه علشان ياخذون برجمي. قال برجمي طلعوني طلعوني خلوني خلاص، انا ابطلع تراني بفرقهم وبرجع لامي، برجع بس في البيت انا خلاص. قال والله ما تطلع انت. فيوم شافوا الجنود عدد العيارين اللي تجمع في كل مكان، دروا ان ذولي والله اللي يدخلون والله اللي يفنوننا يبيدوننا يباده وياخذونه. فقالوا في طريقة، طلعوهم على نفق هربوه لين يدخلوا نفس السفينة في دجلة وننهاش به. سووه سحبوا البرجمي كتفوه ودخلوه مع نفق، والعيارين ما يدرون الباقين يحترون أي ثغرة أنهم يقنوا قائدهم. دخلوه في سفينة، داروا العيارين حوطوا دجلة يمينه ويساره ودنيا وشي، والجنود مع البرجمي في السفينة يتلفتون يلعن بليس يلعن بليس العدد الهاي ذا. قال واحد من الجنود على السفينة لو عاش البرجمي فنت الدولة لازم يموت. وبرجمي يسمع لا يا أخي يلعن بليس يلعن بليس حياتي اللي كانت رهيبة وسادها الحالي، ليه سويتوا فينا كذا؟ ليه خنتونا المرة الثانية؟ فمسك البندي شعر البرجمي ودخله في الماء في نهر دجلة، دخل والعيارين يطالعون يمين يسار لين مات البرجمي، دفوه وطاح خرق في نهر دجلة. كان الشعور الكار. راحوا الجنود جاب النهر جثة البرجمي على نهر دجلة طايح ميت، وانتهى والعيارين بعده. منظر مأساوي كارثي جدا، حتى القتلة ذولي اللي قلوبهم ناشفة دمعوا. ألعن بليس الغبرة يلعن بليس. وانتهت يا أخوان قصة العيارين المجرمين اللي حاولوا أنهم يكونون أبطال ولكن رفضهم المجتمع، وعلمهم أن حياتكم كانت بلا معنى وموتكم بلا معنى. شكل في الأخير كانت الرسالة واضحة للعيارين، إن شجاعتك وقوتك ما تسوى شيء إذا ما أنت بلابس سروال. يذرون على الإطالة يذرون على القصور. السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا أخوان. طب وحدة من ليالي شمال أفريقيا كان جيش المسلمين معسكر، والليل وهدوء
وكان قائدهم اللي معهم زهير بن قيس. زهير بن قيس القائد الملعب اللي أرعب أفريقيا كلها. دك الحصون البيزنطية كان يدك جيوشهم، هو اللي قتل كسيلة ملك البربر، كان اسم مخيف مخيف، أفريقيا كلها تحس بحسابه. فكان جالس وحولها القادة والجنود، فكانوا يسولفون وهم يطلعون في قائدهم بفخر. يعني شيء مهيب انك تطالع في شخص بالشجاعة والصيت والقوة هذه. فسألهم وقال علموني عن شيء غريب في أفريقيا، علموني عن شيء ممكن يشكل علينا خطر، ممكن يشكل علينا خطر، شيء ما عارفه. قالوا طال عمرك في كلام نسمعه وإشاعات عن جبل هنا تسكن الكاهنة. يا أخي القصة غريبة طال عمرك. قال حطوني وش سالفتها. قالوا طال عمرك هذا جبل اسمه أوراس، أوراس تسكن كاهنة أمازيغية اسمها ديهايا، مخيفة مرة وجميلة مرة. قال زهير فسر لي دي. قال جميلة جمال الأمازيغ، جامعة حسن الأمازيغ الحاد في وجهها، ومخيفة لأن الجبل حوله قبائل الأمازيغ كله يحمونها، هي اللي تقود قبائل الأمازيغ وتعلمهم مش بيصير في المعارك بالضبط. يجونها قبل المعركة ويقولون احنا رايحين نقابل العدو وش نسوي، تقول اصبر والعدو الحين عددهم 5000 بيطلعوا يمين بياخذون القلعة. لا أقل أخذوا، طبعا هي ما تحك لحياتها يعني، أنا بس عشان أفكر. فأخذوا إيه حلو، أخذوا القلعة، روح ترقونهم ماخذين قلعة حاصروهم في القلعة، فيروحون الأمازيغ ويلقونهم ويحاصرونهم، ما ينهزمون الأمازيغ في معاركهم وهي معهم. قال زهير أنتم صادقين؟ قالوا إيه والله طال عمرك، الناس يمينا ويسارنا يقولونه، والناس تقول والله ما تحكمون إفريقيا وذي حية. ونعلمك حاجة، هي اللي كانت وراء قتل عقبة بن نافع، هي اللي خلت قبائل الأمازيغ يقتلون عقبة. قال زهير هذه وين عنها من زمان؟ قال والله موجودة. قال هي اللي كانت وراء قتل عقبة، يعني أنا إذا حركت الجيش يمهم هي بتدري وبتعلمهم وبيكونوا مستعدين. قالوا ايه. قال حلو، لاني انا بهم مستعدين اذا جيتهم. بعد مرور ايام بسيطه ركب زهير حصانه، هو قاده من اخوياه عدد بسيط، بيروحون البرقه وبيرجعون المعسكر المسلمين، برقه ذي شمال ليبيا. فيمركبوا خيولهم بسيط عددهم، يمشون ويسلفونهم في الطريق رايح البرقه، الا الرجال اللي جاي على حصانه وغبره حصانه ويندف الحصى وراه. قالوا هذا عنده علم ما هو طيب، لين وقف عندهم. قالوا ايش فيك؟ قال خلوني اخذ نسمي. قالوا لا تاخذني سمك اخلص. قال جيش الروم غزا برقة. قالوا انت شو تقول؟ قال جيش الروم وقف بالسفن غزو مفاجئ، وقف بالسفن على الشواطئ ودخلوا برقة ويقتلون المسلمين الحين قدامكم. قال زهير راح كمل طريقك، كمل طريقك الجيش المسلمين وعلمهم. وراح الفارس كمل طريقه، فضرب زهير حصانه هو اخوياه وراحوا على جبل مرتفع يطل على برقة، وطالعوا الا منظر مهيب، سفن الروم على الشاطئ وجيش الروم في المدينة وعلى الشاطئ. الا جيش الروم قد قتل في المسلمين ونهب، وكان على اخر الغزو مربط الاسرى المسلمين بالسلاسل يسحبهم للسفن، والاسرى يصيحون ويستغيثون. والتفت زهير على القادة اللي معه، قال جيش المسلمين عشان يوصلنا هنا كم يبيله؟ قالوا طال عمرك يبيلهم اقل شيء 3 ساعات. قال زهير يعني ما يمديهم؟ قالوا لا والله ما يمديهم. زهير يطالع، هم يطالعون في بعض ويطالعون فيه. قالوا احنا عارفين وش تفكر فيه. قال حلو، لاني ما كنت بقولكم موتوا معي. قالوا حنا ما جينا الا عشان نموت معك. هو يسحب سيفهم، يسحبون سيوفهم، جيش الروم مالي الشاطي، جيش الروم بالسفن والعتاد، هذول ما يجون 50 رجال. قال واحد وعدنا في الجنة. قالوا وعدنا في الجنة يلا. قال طيب والكاهنة؟ قال الكاهنة سلمت هالمرة، بس اليوم ما ترياجيل يطلعون ريجيل، تلقى الهذيب هم يضربون كيولهم وهو يضرب احصانه معهم، نازلين على جيش الروم اللي مالي الشاطي وسفنهم دنياهم، يشوفون 50 رجال ذولي نازلين عليهم. فانزلوا والقادة المسلمين ذولي لقلب جيش الروم، فتجمع عليهم جيش الروم ونزلوا واللي في السفن ورجعوا واللي في المدينة وعلموا بعض وكلهم تجمعوا عليه. قال واحد منهم هذا زهير، هذا زهير، اذا ما قتلت زهير في الوقت ذا والله ما تظفرون بزهير ابد الدهر، هذا هو اللي يروح. ف
فكلن جاء كلن تجمع كلن صكوا على القادة وذول يقاتلون في النص يقاتلون مع كل الاتجاهات تقتل واحد يطلعون لك 20 واحد يطعن من ورا واحد يضرب كانت معركة انتحارية انتحار فوصل ذاك اللي مرسلينه للمسلمين فقال قائدكم ينتظركم على سوار برقة بتحارب مع جيش الروم قالوا لا تكفى لا قرش فيكم قالوا قائدنا اللي نعرفه مهم منتظرنا قائدنا قد بدأ الحرب هم يركبون خيولهم والخيول تسبق بعضها رايحين البرقة يبون يلحقون بس جيش المسلمين كله جاي فرسانة وصل على الشاطئ على المكان هادي مرة صوت بكاء صوت ويطالعون اللي سفن الروم قد راحت هم يطالعون اللي يشوفوا الناس طايحين على الشاطئ هم يجون الا زهير والقادة اللي معه كلهم على الشاطئ ميتين كلهم اجسامهم مليان هطعون الأسرى جالسين عندهم يبكون ويطالعون في جيش المسلمين مات زهير مات زهير والقادة اللي معه كلهم وصلت الأخبار لعبد الملك بن مروان فما دروا المسلمين اللي جايهم حسان بن النعمان معه 40,000 فوصل حسان بن النعمان مدد معه 40,000 مقاتل قالوا طال عمرك السالفة قال دقيقة قبل السالفة السفن جت من هنا صح؟ قالوا ايه قال يلا عطونا السفن ونروح لهم عندنا تصفية حسابات بسيطة بس قالوا احنا معك هو يركب السفن ويروح القطاع جنة ويساويها فعليا بالأرض هجر أهلها قتلهم لعب فيهم راحوا للأندلس راحوا الصقلية ملا تقاضي حيق محليا مات تصفية حسابات ورجعنا فيوم دك حصونها وسواها في الأرض رجع قال يقولوا لي وانا جاي قالوا فيه كاهنة وجبل وينهم قالوا طال عمرك ترى هامه بالشي السهل اللي انت متوقع في عقلك هنا غير فاجتمع في ذيك الليلة حسان بن النعمان وخالد بن يزيد وقادة في خيمة وبدأوا يتناقشون قال حسان وش الرأي في موضوع الكاهنة قالوا طال عمرك اللي سمعناه عنها يعني ان معها جن يساعدونها قال خالد بن يزيد وحلوة هم يطلعون في خالد قال وش انا معلومة سمعتها ونقلتها يعني عادي كمل فقال حسان كملوا قالوا معها جن يعلمونها تحركات الجيوش وخططهم حتى سوالف ندي توصلها يعني معه قال حسان شوفوا اللي بحاربنا انس ولا جن قالوا انس قال حلو يعني شي ينطعن قالوا ايه شي ينطعن قال حلو انا عندي مشكلة مع شي ما ينطعن اي شي ينطعن انا حاربه انا ما عندي تم وش الجن يعني بيحذفون حصى علينا في المعركة بيصيحون علينا يشتتون مهجوم انا هذه حاجات انا ما تعنيني قدامي مخلوق ينطعن انا ادخل المعركة قالوا استراتيجية عظيمة تم خطتنا اي شيء ينطعن نطعنه قال هذه خطتنا نبدأ معركة فتحرك الجيش للجبل بقيادة حسان بن النعمان وخالد بن يزيد والقادة معهم رايحين للجبل وهم في الطريق عطى خالد بن يزيد ورقة حسان بن النعمان يغمس فأخذها حسان وقرأ المكتوب من يسيطر على الوادي يسيطر على المعركة يعني خلنا نسيطر على قمة الوادي فطالع في حسان قال خدعت الجني يعني أنت قلت إنه يعني يسمع فبس ما هو بقاري ما يعرف ما درس يا خالد قال لا بس يعني جني أمازيغي يعني ما قلت ممكن ما يعرف عربي قال تمنى تمنى فحط ورقة معه ومشى يوم وصلوا للوادي ألا قبائل الأمازيغي يوم طلعت لهم فوق الوادي هي القبائل سيطرت على قمة الوادي هي حسان يطالع في القبائل متجمعة خالد طالع يعرف عربي يا خالد فتلاحمت الجيوش مع بعض وخالد بن يزيد يقاتل وحسان يمينه يقاتلون كلهم جنب بعض بعدين خالد بدأ يصيح على حسان حسان سوي شيء يولد ذول يطلعون علينا من كل مكان ما نقدر نسيطر فقال حسان نرجعوا شوي ورا كل شوي يرجعون ورا ولكن الضغط هايل ما قدر يستوعب حسان ولا جيش المسلمين كان عدد هايل منهم واستبسال وشجاعة منهم هايلة فانسحبوا المسلمين تركوا المعركة انسحبوا وانتصرت الكاهنة في المعركة هذه فانسحب حسان وجيشه فقال خلنا نرتب اوراقنا نشوف امورنا ونشوف المصابين ونادوا خالد بن يزيد خلنا نشوف ايش حنا عليه قالوا بخصوص خالد بن يزيد قالوا ايش استشهد قال لا ما استشهد اخطفوه اسروا خالد بن يزيد اخذوه من على حصانه وراحوا به اخذوه بالذات ناصينه هم كانوا يبونه هو فأسروا الأمازيغ خالد بن يزيد وكانوا حاطين على حصانهم مطلعين هالجبل هو فوق الحصان جالس طالع فيهم قالوا وش معنى أنا أسرتوني قالوا أوامر الكاهنة تقول بتلقون واحد شجاع ووسيم جيبوه قال الله يسعدك
عيونك الحلوة حبيبي. فوق الحصان جالس هو ابتسم شوي، قال ايش فيك؟ قال يا اخي وسام لعنة، وكانوا مطلعين وساحبين فوق لين وصل عند قمة الجبل. هم يفتحون سجن، هم يطلعونه سكون باب. قال عيال مو بحق الوسام هذا، يعني المكان شوي وسخ. قال خلك انا. هو يجلس السجن في الجبل فوق، دخلون عليه كل ياكل شوي، جالس على قمة الجبل هناك في السجن. قال طيب مين بجايه يا؟ فجلس خالد بن يزيد مسجون ما عنده الا الحارس، جالس يحط الاكل الحارس كل شوي. فسكت طالع فيه خالد بن يزيد، قال انتم ما عندكم وسيمين هنا؟ شكل ما عندكم، تروحون تخطفون واحد من برا. والحارس ساكت. قال الحارس جت الكاحنة. فقام خالد بن يزيد ويطالع، جت فتحت الباب يطالع خالد بن يزيد الا العجوز القصيره اللي عمرها فعليا 126 127، كبيره وطالع. قال خالد من مين الاموره هذه يا ابوها؟ ها؟ قال الحارس هذه الكاحنه. قال لي طيب هذه طيب خلت تفك السحر عن نفسها ولا شيء؟ قال لا هي كذا. قال لها كيف؟ لا يا شيخ لا تكفى يا ابو امانه بالله، لا صدق هذه هي. قال والله هذه الكاينه. فطالع فيها خالد اللي ساكته طالع فيه، فقال يا اخي انتم غشيتونا الله يرضى عليكم، يعني لان انتم تقولون حلوه وجميله هو يعني وتقاتلون علشان يعني بلا حد انت بعد تسوي اي شيء تحولي ولا يا اخي يا اخي. قالوا عندي هي كانت حلوه، كانت حلوة قديما يعني في شبابها، صارت حلوة وخلاص يعني ما كبرت. قال خالد وانتم جايين تاخذون شباب انا الحين؟ قال ما حد ما اخذ منك شيء، انت ايش فيك؟ ما حد يبي منك شيء. قال لا بس يعني يعني انا كنت مأمل ولا قصورهم فيتس والله، يعني بس زين واحد يعني احنا لا اكل زين ولا غرفة زينة ومسجونين، ف والحين ولا حتى مشاهد زينة. ف الله العظيم اني انت سحرتني. قالت انا ما سحرتك. قال طيب اسحريني يعني ايش تحترين؟ ما في اسوء من الظروف اللي انا فيها، اخذي شيء من اثري، تبين شق اي شيء اسحريني يعني ممكن يزين. طالعت في الجنود وقالت اضربه اضربه بس لاني تعدى بشوي، ويتجمعون الجنود ويضربونه ويضربونه وهو حاط يديه وينضرب وينضرب. قالت وقفوا. هم يوقفون خالد يطلع يطالع فيها. ها ويش؟ قالت انا اسرتك الصراحه علشان تصير ولدي، انا ابيك تصير ولدي، وش رايك؟ خالد يطالع في الجنود قال اضربوا يا اخي انتم مركب اضربوا يدكم يضربونه يضربونه. قالت وقفوا يوقفون. قالت شيش ما علمتني جوابك. قال اي جواب؟ شو اللخبطه دي اللي مخطوف وعلى جبل وفي سجن وانت ما طلعتي حلوه وتبين يصير ولدك ويلعب لي الاخطاء الواجد؟ يا اخوان انا لازم انضرب، انا لازم انضرب عشان اصحصح، خليهم يضربون. فقالت اسمع انت عندك خيارين، يا تقعد في السجن هنا وتعذب لين تموت، ولا تصير ولدي وتعيش حياة نظيفة جميلة مثل اثنين ذولي. ترى اثنين ذولي صاروا عيالي، شوفهم اثنين اللي بجنبها اثنين واقفين. قالوا طيب يعني كيف اصير ولدك يعني؟ ما فهمت. قالت تصير ولدي من الرضاعة. خالي طالع في الجنود قال عليكم وجه الله تضربون يا عيال، يا عيال اضربوا خلصوا. هم يضربون هالجنود، هي توقف الجنود. قلت جاوب. قال ايش اصير يا شيخة شيخة يعني أنا ما أقصد التقليل، بس يعني الموضوع راح يكون فيه تسمم لأن قديم يعني، ما أنا ولا قصرهم فيت ولا قصرهم في أحد. يا ما يصلح يا إخوان ما يجي. قالت حنا عندنا طقوس، عندنا حركة نسويها، ما عليك أنت بس بيجيك صحن فيه شعير وبر وحاجات وتاكله. قال أنا أتهمني الحاجات الشعير والبر كلها ناكلها، بس حاجات أنا أعرفها يا أبوي ليه يا؟ قالت ها أخلص. هو يطالع في عيالها الاثنين قال انتم اكلتوا؟ قالوا اي. قال كيف؟ قالوا ما يوجعك اول يومين يعني، بس وجع اول يومين لان معده تستنكره لان عادي. قالت ها جيب الصحن. قال والله يعني انا مرتاح مع الوالده يعني، ما قالت ما ودي افسخ عقدها، فانا ناوي خليني اكمل. قالت والله لتعذب، والله لتعذب بين تموت. قال هي نفس التعذيب. الله أكبر يا. يلا جيبوا الصحن جيبوا الصحن. هم يجيبون الصحن عنده. قال أكل يأكل خلاص. قال ها. قال جاد الله عليكم. قالوا عافية عافية. ها كيف الأمور كيف؟ قال عبص بس يعني وين أخواني؟ هو يسلم على أخواني يضمهم ويقعد يعيش معهم. فألقى العذية اللي في الجبل
قاعد عندهم 5 سنوات، 5 سنوات وهو مع عيالها رايحين جايين، يعني راح عند اخوانه يوم من الايام قد يعني يوم ما شاء الله على امنا. يعني كم معدل الاعمار عندكم هنا؟ لأن واضح ان التارجت عندكم مرتفع شوي. قالوا عادي يعني راحه البال تخلي العمر طويل. قال هي تحارب كل سنتين مره، يعني ما في اي راحه. يلا ما في مشكله. فكان جالس هو يوم من الايام وجاه غلام يعطيهم اكل، فحط عنده خبزه وقال حسان بن النعمان يسلم عليك. هو يطالع فيه والغلام يطالع فيه والغلام يروح يوقف. فقام خالد بن يزيد للغلام وعطاه الخبزه وقال اكل اكل اكل، عط حسان منها ياكل. وراح فاخذ الغلام الخبزه وحطها في ثوبه. الخبزه فيها رساله مرسلها خالد بن يزيد حاطها داخل الخبزه. فراح الغلام وركب حصانه الا يسمع الكاهنه تصيح تصيح تقول امسكوا الغلام واخذوا الخبزه. فطالعوا فيها لما زيد قالوا غلام ضعيف ومع خبزه وحاني من حاش حتى مسكين ما يبي ناخذها. قالت اخذوا الخبزه، ذهب ملككم فيما ياكله الناس، ذهب ملككم في الخبزه دي. وهم يركبون خيولهم وهم يلحقونه ومن حاش بخبزته طاير وهم وراه وراه هات الخبزه، والناس يطلعون فيهم. قال يا ودي ايش كنا وصلنا المجاعه هايله، ومن حاش الغلام من حاش يقطع ابو موديه هم وراه لين ضيعهم خلاص. وراح لين وصل عند حسان، فتح حسان الخبزه يوم طلع الرساله، الرساله مركون من طرفها النار، ما يدرون ما النار حاولت تحرق الكاهنه. فقرا الا مكتوب فيها اغزهم الحين، ترى الامازيغ متفككين فيما بينهم، لان الكاهنه احرقت المزارع واحرقت الاراضي اللي بيطمعون فيها المسلمين، وهذا سبب انهيار اقتصادي عندهم، فهم متفككين متنازعين فيما بينهم. فجهز حسان جيش جبار جدا، معركه يا نكون او لا نكون. فالوقت نفسه دخلت الكاهنه على خالد بن يزيد وقالت الرساله اللي انت رسلتها ترى بشرك انها وصلت له. قال اي رساله؟ انا والله ما هو بهذا موضوعنا. اسمع جيس أنا نجيس جيش المسلمين تجهز وبيجينا، أنا بموت في المعركة هذه بينقص راسي، بس اسمع اطلع الحين، يعني هذا طلب بسيط مني أقلها العشرة الخمس سنوات اللي بيننا يعني، واخذ عيالي الاثنين معك واخذ لهم الأمان من حسان بن النعمان، خليه يعطيهم الأمان وأنت معهم اطلعوا، وخلهم يصيرون قادة في جيش المسلمين، تراهم بينفعون جيش المسلمين مره، اخذ عيالي وامشي. قال خالد يعني انت ما تبقى قتلتني؟ قلت لا ما قتلتك، اخذ عيالي وامشي روح. بالفعل اخذ خالد بن يزيد عيالها في ذيك الليله وسروا انحاشوا لين وصلوا جيش المسلمين، لمين؟ جيش حسان بن النعمان. فدخل عليه خالد بن يزيد وسلم عليه وعلمها السالفه كلها، وقال ذي ذولي اثنين عيالها، اعطهم الامان، تراهم في وجهنا في وجهنا يا حسان. قال جاهم الامان، وتحرك جيش المسلمين يقابل جيش الأمازيغ. وكان خالد بن يزيد يدري أن الكاهنة تدري أنها مقتولة، احتدم القتال، جت معركة هائلة جدا وانتصروا المسلمين. فراح حسان بن عمان يدور الكاهنة ولقاها واقفة تحت ريها طالع فيه، فجاء حسان بن عمان وقص راسها. بعد ما قص راسها حسان جو استسلموا كل الأمازيغ اللي كانوا حتى فارين من المعركة، جو كلهم اللي كنا نقاتل علشانها ونكر ونفر ماتت. انضم إلى جيش المسلمين من الأمازيغ 12,000، فقسمهم حسان 6,000 6,000، وحط عيال الكاهنة 2 قادة على 6,000 ذولي وعلى 6,000 ذولي، فصاروا يحاربون مع المسلمين في فتحاتهم في أوروبا، وسيطر حسان بن النعمان على أفريقيا. كانت هذه أخوان قصة كاهنة الأمازيغ، الكاهنة اللي بعد وفاتها أصبح جيشها من أعظم الجيوش اللي شاركت في فتحات المسلمين. عذرونا على الإطالة، عذرونا على القصور. السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم إن شاء الله عندنا قصة يا أخوان. طبعا من الأيام كان في رجال اسمه عبيد الله بن محمد العبقسي. عبيد الله كان تاجر، يعني ويروح للسوق وبيعه وشريه، وكان عنده حمار وأنت بكرامة وغلام، وغلامه اسمه مقبل. طبعا أنت يوم سمعت مقبل تحس إني صارف لك اسم واحد من الجماعة، هو الغلام اسمه مقبل يعني، بس إحنا في لهجتنا العامية يعني نسميه مقبل يعني عشان نخفف الاسم. طبعا حتى عبيد الله في لهجتنا اسمه عبيد الله، بس انا ما اقدر اخلي القصه كلها عبيد الله ومقبل، فتحس ان القصه صايره في ظلمه، ما اخلي عبيد الله اسمه بس مقبل بنخففه. وكان عبيد الله معتمد بعد الله على مقبل في البيع المشترى. يقوم عبيد الله الصبح ويلقى مقبل قد سبقه، اللي هو غلامه قد سبقه وفتح المحل وضبط المكان وطلع البضاعه والزباين عنده.
كان مستحمس ولد الهلوب الهلوب نشيط فكل شوي يجي عبيد الله يقول في مقبل ناقصك شيء ابوي اساعدك في شيء يقول لا يا عمي والله مرتاحين يا عمي اللهم لك الحمد ومرتب مقبل وشكله نظيف يعني حتى حماره بكرامه كان يكد شعره على جنب ونظيف نظيف وكانت الامور ماشيه حلاوه لين يوم من الايام كان عبيد الله راقد في بيته الصبح ما راح للمحل يعني معتمد على مقبل الا الباب يطق عبيد الله عبيد الله ويقوم عبيد الله من يوم ما يفتح الباب الا هذا الشايب جارهم قال عبيد الله سم يا ابوي سم قال يا اخوي قم يا رقم شف محلك وانت راقد قال عبيد الله روح اشتري من المحل يا اخي مالك لزوم فيني انا قال يا ابوي المحل ما فيه الا حمار قال دقيقه قال عبيد الله شوف احنا صحيح اسعارنا غاليه بس ما توصل انك تسب الرجال وتسب غلامي قال يا ابوي انا ما اسب هذا مو بتعبير مجاز محلك ما فيه الا حمار حمار بس اللي في المحل الحين قال عبيد الله مقبل وين قال ما ادري انا عبيد الله يلبس بسرعه ويطلع للسوق ويروح المحل هلا حمار بس الحمار جالس تلفت والزباين واقفين عند الحمار يطالعون فيه ويطالع فيهم قال اخوان معلش مقبل وين ساكتين قال عيال مقبل يعني اسال الحمار اسال عمك مقبل وين قال ما ويسالهم عبيد الله ناس شفتهم مقبل ويدور مقبل ويصيح يا مقبل يا مقبل فالجبال وفالوديات قال يمكنه مقروص ولا جاي الشيء قال ما حد شاف مقبل اختفى مقبل فجاه وراح عبيد الله وجلس في المحل حزين هو الحمار يطالعون في بعض ويجي الشايب قال عليه ما عليه يعني مقبل فقيده مقبل قال الشايب ما عليه يا عبيد الله يعني غلام بداله غلام يا اخي وهذا ولدي يا شايب جاب ولده خبيل قال هذا ولدي يعني وظف عندك الفتره دي لين تلقى لك غلام ويطالع عبيد الله في ولد الشايب قال يا ابوي خذ ولدك انا عندي حمار واحد انا ما ابي ناقص اثنين خذ ولدك ولده خبل قال الشايب والله ينفع قال يا ابوي ولدك شوف ياكل من البضاعه ياكل من قرطيس اخذ ولدك اخذه اخذ الشايب ولده وجلس عبيد الله حزين منكسر فاقد مقبل ولا يدري وش السبب ليه راح مقبل ما يدري فحلف عبيد الله انه ما ياخذ غلام بعد مقبل لما في اصلا احد بيجي مثل مقبل يعني فمشى اموره يعني نسق عبيد الله هو الحمار وقال يعني اسمع انت مره تشيل مره شيل انا مره شيل انت مره يعني ومشت امورهم يعني مشت سنه يوم تعدوا السنه وشوي سنه وشهرين ويطلع عبيد الله لسوق نصيبين راح لسوق نصيبين في بضاعه بيشتريها فدخل وقام يتمشى بين المحلات ويكاسر ذا ويشوف السعر في ذا ويلتفت عبيد الله اللي يشوف رجال اني اعرفه تاكد ان الرجال ذا مو غريب عليه هو يقرب قال هذا مقبل واقف عند بضاعه ويقول طيب لو طيب باخذ منك ب20 كم يعني بكم تخصم لي يكاسر عبيد الله يجي لين وصل عند مقبل فمسك عبيد الله يد مقبل والتفت مقبل وطلع فيه قال عبيد الله مقبل قل هلو هلو عمي هلو ويسلم على راس عبيد الله يا مرحبا وشلونك عساك طيب قال عبيد الله دقيقة وينك سنة وشوي رحت وخليتني فجأة ولا علمتنا ولا خفنا عليك نحسب انك ميت ولا ندري وش الدنيا بك قال والله يا عمي انا والله اعتذر قال لي خليتنا انا بس اللي خليتنا وش فيك ليه تركتنا ليه انحشت قال والله يا عمي الله يا عمي يعني بيئه العمل شوي يعني قال عبيد بيئه العمل ترى ما انا وياك الحمار ما في انا زعلتك في شيء مقبل قصرت عنك في شيء قال لا والله يا عمي والله ما قصرت قلت الحمار زعلك في شيء مقبل قال لا والله هو شلونه قال والله قال عبيد اي والله ما ياكل زين ما ادري خاطره ماش قال لا قال اي والله مقبل رضى عبيد الله طيب اجو قال مقبل يا عمي انا بعلمك السالفه انا جاني مبلغ بسيط والله وقلت ابعتمد على نفسي فرحت لسوق نصيبين وصرت ابيع واشتري هناك وبطور نفسي يعني انا مخطي والله يا عمي والله اني مخطي اني ما علمتك واخطيت في حقك ورحت كذا فجاه بس قلت ربي اني اكون نفسي واجي اعلمك قال عبيد الله يا مقبل انا والله اني بمصلحتك قسما بالله اني معتبرك مثل ولدي والله واني بس كنت خايف عليك ولا انا ودي انك تكسب قال مقبل العذر من الله ثمك يا عمي العذر من الله ثمك قال عبيد الله ما في مشكله الله يستر عليك قال مقبل الف عشان الليله قال عبيد الله والله اني بمشي انا والله برجع للديره يعني قال مقبل ما عندك احد ينتظرك مغري الحمار انا اعرف تعشم معي الليله تكفى يا عمي انا لي سنه وانا حسبتني بالضمير اني رحت معلمتك ابيك تعشم معي الليله تشرفني في المحل قال عبيد الله انت ما
اخذ لك بيتي مقبل. قال لي والله عام الحمد لله رزقني الله واخذت لي بيت شوي شوي بس عن السوق، ابيك تشرف المحل وتعشى عندنا ونسولف انا وياك. قال عبيد الله تم. فراح عبيد الله ومقبل يمشون رايحين البيت مقبل، فطلعوا من الاحياء الزينه والبيوت الزينه. عبيد الله كل شوي يلتفت على مقبل قال ها هذا بيتك؟ قال مقبل لا قدام يا عمي قدام. ابطوا مشوا 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 لين وصلوا الحارة خرابة وبيت خرابة صغير عفن. يطالع عبيد الله في مقبل قال ما شاء الله يا مقبل ما لقيت أوسخ من البيت ذا تشتريه ما شاء الله لك. قال مقبل يا عمي الواحد يعني الجود من الموجود اللي يقدر عليه. قال لي مقبل بيتك أنت والحمار اللي كان عندنا أزين أزين من ذا تستهبل أنت. قال مقبل والله يا عمي هذا أهم شيء بيت يسترك يعني يقيك من مصائب الحياة ومصائب الدنيا. قال عبيد الله يا ابوي هذا مصايب الدنيا، انت جيت وسكنت في مصايب الدنيا، بيتك ذا ما حد يسكنه. قال يا عمي ايش اسوي والله الحمد لله احاول. قال عبيد الله ما عليك انا بساعدك بعطيك فلوس تبيع ذا وتشتري لك بيت زين. قال مقبل الله يجزاك خير يا عمي ما تقصر والله يعني. وراح مقبل وفتح باب البيت قال تفضل تفضل يا عمي. ودخل عبيد الله في البيت قال ما شاء الله يدوب شيء يمدحه ما في شيء يمدح في البيت. قال ما شاء الله عليك يا مقبل سامن ما قال مقبل ما قدر. قال مقبل الله يسلمك قاعد عارف البيع والشراء اللهم لك الحمد. قال عبيد الله وين نجلس؟ قال بننزل للدهليز للقبو. قال عبيد الله احنا في قبو اكثر من اللي احنا فيه؟ لا. قال ها ايه تحت الارض يا عمي. قال احنا تحت الارض يا مقبل الحين بيتك ذا. قال اه والله جلسه تحت يا عمي شيء مضبطها انا تحت. قال عبيد الله اتكلنا على الله. ومقبل يفتح الباب حق القبو قال تفضل يا عمي يا اهلا ومرحبا والله زارتنا بركه. وعبيد الله يدخل القبو للقبو ظلام. قال عبيد الله ما شاء الله بس لو تولع السراج مقبل عشان يشوف. اليوم سمع صوت باب القبو الرجد تسكر وبعد صوت المزلاج. عبيد الله ما يشوف شيء في القبو ظلام. قال عبيد الله مقبل افتح الله يا مقبل ترى ما يضحك اللي انت قاعد تسوي الحين. هدوء في القبو. قال مقبل افتح بالله. مقبل قفل على عبيد الله في القبو وخله وظلام. وراح عبيد الله يتلمس الجدران يتلمسها اللي لقى السراج واخذ السراج وولعه. يوم ولع لا 29 رجال بسيوفهم في القبو يطالع فيهم عبيد الله ويطالعون فيه ويطفي السراج عبيد الله. قال عبد بكلمات الله التامات ويقعد يقرا ويسمي ويولع السراج مره ثانيه. الا 29 رجال يطلعون فيه ما اختفوا مو 29 موجود حقيقيين يطلعون فيه. قال عبيد الله انتم صاك عليكم مقبل كلنا ساكن علينا هنا ها يا اخي مقالب. ويطالع فيهم عبيد الله المجرمين حوايشيه وكل واحد وسيفه معه. ويقوم واحد منهم طويل جبر شنبه مشتبك من لحيته سيفه فيه طرف سواد دم من قديم. هو يجي لين وصل عند عبيد الله. عبيد الله يطالع فيه هو يرفع يده يلطم عبيد الله يصفقه. عبيد الله يطالع فيه عبيد الله قال انت تمد يدك علي انت تمد يدك علي. والرجال يرفع يده مره ثانيه يصفق عبيد الله. قال عبيد الله طيب يا اخي خلاص قل وش تبي قل وش تبي انت اطلب واذا رفضت تضربني ما بتضربني كذا يا اخي انا وش اخذت سويت لك انا. قال الحوانشي ابو شنب افسخ ملابسك. قال عبيد الله يبوي احنا من روس قوم في حاجات في الحياه الموت ارحم منها. ويقوم حوانشي ثاني اكبر من اليوم ولا هو يلطم عبيد الله. قال عبيد الله ها يلعن بليسك انت اخذ الازار ويفسخ الازار. قال وانت تريد اخذ البس مع انه ضيق عليك بس ما عليك اعرف خياطي وسعها عليك. يلا متى بيفسخون عيال الباقين متى انا يفسخ؟ قالوا لا ذول يا اخويانا. قال حلو بس انا اللي فاصل اوكي يعني الواحد يبرد. ويخلون عليه قطعه قماش سناوي يستره ويقدم يفتشون ملابسه وطالعوا فيه. قالوا معك دراهم؟ قال يا الله يحييكم ايه فالمخبه فرق ده عندك. قالوا غير هادي. قال وين كيف؟ قالوا يمكن انك شيء ساتره عندك ما ندري احنا. قال يا عيال انتم هتكتوا ستري انا ساتر علي الله سنين وحستوها الليله والله ما عندي الا ذي بس. قالوا زين اجلس. هو يجلس هم يطلعون في الحوانشيه هو بسنوبيه
قال يا عيال اذا بنبتون طالع زي كذا خلنا نطفي السراج، انا ما مرتاح. قال ولا كلمه ولا كلمه. قال سمو يجلس، هو يسمع صوت مقبل. قال ايه مقبل جاء مقبل. والله لو يدري مقبل وش سويتوا اني اللي جلدكم واحد ورا الثاني، والله ما يرضى علي مقبل الحركه اللي انتم سويتوها. ومقبل يفتح الباب حق القبو ويطالع على عبيد الله بالسناوي جالس ويطالع فيهم مقبل. قال لي وش ذا يا عيال؟ ليه ما قتلتوه لحد الحين؟ ليه مخلينا حي؟ عبيد الله يطالع. قال يا مقبل تاك مقبل ما يضحك اللي انت قاعد تسوي، والله ايش فيك؟ يقتلون من؟ ومقبل يجي لين وصل عند عبيد الله، هو يلطمه. قال اصبر كلمه. عبيد الله يطالع. قال اخوان في احد ما لطم هنا؟ نادوا بالله قوموا يا اخوان لطموني، واحد يجي خلاص. انا تمسخرت اليوم يا عيال. قال عبيد الله ليه مقبل؟ ليه انت ليه تسوي فيني كذا؟ سويت لك انا. قال مقبل اص غني حياتك كلها وانت غني، ما عرفت الفقر ولا ذقته. شف 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 بطنك كيف وش كبره، شف كلويك. انت عندك استحاله تكون كليتين، دي ثلاث اربع كلاوي. امعائك كيف منتثره في المكان كبير، ما شفنا حنا ذبحنا الجوع والفقر. كل مقبل انت انا ما قصرت عنك في شيء. قال ولا كلمه يا عيال. اخذوا من كلويه يا عيال، اخذوا كلويه، هذه عنده اعضاء كثيره ما يحتاجها واجد. قال يا مقبل كلويه مقبل انت ليه؟ انا وش سويت لك؟ مقبل يطالع في الناس. قال اقتلوه، طالع في الحوش. قال اقتلوه بسرعه، اقتلوه يلا خلصونا. قالوا الحوشيه مقبل اخذ الدراهم، انت روح جيب لنا كل، احنا جوعانين واذا اكلنا بنقتله. قال مقبل لا اقتلوه قدامي الحين، اقتلوه وروح اجيب اكل. قال يا مقبل روح جيب اكل، واليوم ان اكلنا بنقتله ما عليك لا تخاف. قال مقبل والله ما اطلع اللي انت تقتلونه قدامي. قال عبيد الله يا مقبل اطلع جيب اكل الله يرحمه والدينك، خلي اذا اكلوا يروقون. قال مقبل انت اصل اضربك بالسيف على كل ودك لا تكلم انت. قال عبيد الله سم. فطاعهم مقبل وطلع يجيب اكل علشان يعني ياكلون ويقتلون عبيد الله قدامه. فيوم طلع مقبل ويجي عبيد الله، قال يا اخوان انا عندي كلمه بسيطه، يعني تسمحوا لي بس اقولها. يعني انتم من ارقى عيال الشوارع اللي انا قابلتهم في حياتي. يعني انا اذا قتلتوني هل بتورثوني؟ قالوا لا. قال يعني انتم اخذتوا الدراهم واخذتوا ملابسي، خلاص فكوني يا اخي، انا ماني من هالمدينه هذه ولا راح نتقابل، وانتم حونشيه يعني ولا قصور في الربع. انتم يعني بتروحوا تهيمون في الصحراء وانا كل واحد يروح في حاله، ليه تقتلوني ليه؟ ففكروا الحونشيه وطلعوا في بعض. قال واحد والله كلامك مقنع يا اخي، بس انا ودي اشوف كلوتك ومعائك. قال عبيد الله يا اخي بغير بتنتثر هنا في المكان معائي، خلني اشيلها معي واطلع، والله بتروح تنظفون. قالوا تدري خلنا ناكل ويصير خير. جاب مقبله الاكل وحطه وقال يا جماعة الخير قبل لا ناكل نقتله عشان ناكل احنا مروقين ها. قالوا الحونشية ليه نقتله؟ تغيرت آراءهم. قال مقبل نقتله لأنه لو طلع وعلم الناس علينا دخلوا الناس ومسكونا وسلمونا للوالي وقصروا اسمنا كلنا لأنه حونشية. قالوا إي والله هذه كيف فاتتنا. ويقوم واحد من الحنشة اللي يمسك شعر عبيد الله يصيح ويمسكه ويسحبه لين جابه عند حفرة صغيرة فالقبو عشان ذكيه الدم يروح في الحفره ما يوسخ المكان. وعبيد الله يدف الحنش اللي بيروح يعدي لين وصل اخر القبو ويلقى له قاطع طريق جالس في الزاويه الحاله طفشان ما دخل في السالفه دي من بدايتها. وعبيد الله يطيح وراه ويقول تكفى انا في وجهك، تكفى لا تخليني تكفى. قال ذاك طيب خلاص يا ايه ورا ظهره تكفى. قال عبيد الله ترى كلوتك على ظهري خلاص وخر. ويوخر عبيد الله والحنش اللي قاطع الطريق ذا يقوم ويسحب سيفه. قال الرجال في وجهه دخل. قالوا الحنشل الباقين تجير علينا تدخل واحد في حمايتك وحنا بنقتله. قال ايه او طيب فيكم يجي الحنشل. اذا له اخ خويه تراهم ساكتين جالسين، ويوم شافوا الحنشل الباقين تجمعهم يقومون يفزعون مع خويهم. انشقوا الحنشل نصين، نص ساحبين سيوفهم يدافعون عن عبيد الله ونص مع مقبل بسيوفهم. قالوا يلا تبونها معركة في قبو مقبل تعالوا. والحنشل معروفين من أمهر الناس بالسيف، بتصير مجزرة في القبو. قال كبير الحنشل أبو شنب اللي في البداية، قال عيال وخروا عن أبو كلاوي، إذا لا يفرق بيننا خلونا نقتله. قال قاطع الطريق
شفت ابو كلاوي اللي وراي؟ والله ما تلمسونه، وان كانكم طيبين اقربوا. ففكر كبير الحنشل وقال تدرون خلونا هدي، خلونا نصلح، نتعشى الحين وبعدها نقرر. فرتبوا قطاع الطرق اللي في صف عبيد الله ابو كلاوي، رتبوا استلامات بينهم، ناس تتعشى وناس تجلس عند عبيد الله تحميه من الغدره، لا يغدرونه فالقبو ذولك ياكلون ما دروا. فكل واحد يروح يتعشى، ثم يخلص يجي خويه يتعشى، وعبيد الله جالس بسناويه في الزاويه ما يدري هو بيطلع حي ولا لا. ذول يقولون انت في وجهي، ومقبل والاشله اللي معي يقولون قسما بالله نطلع معك. بعد العشاء جابوا الشراب يعني بينهم، يعني حرميه استغفر الله العظيم يعني مش تفرق معه. فجابوا الشراب وبدوا يشربون كلهم يشربون. ف يوم وصل الشراب عند اللي يحرسون عبيد الله، قال عبيد الله يا ابوي انت بتشرب؟ قال ذاك يا بشرب بس ما عليك بحميك، انا عارف راسي، انا ما يطرح راسي. قال ابوي الله يرحم والدين راسك، لا تشرب تكفى، شوف كلوتي، شوف والله بيقصون هالرجال، تكفى صح. قالوا الحرس اللي عند عبيد الله قطعين الطريق، يلا انثرونه. قالوا ما عليك، ها هذا الشرب والله العظيم ما يجينا ترى، يلا فالشهر مره بونثروه. قالوا والله ما حد يلمسك، احنا صاحيين، ها يجلسون يراقبون. فتجمعوا الحنشل عشان قرار رئيسهم النهائي. فقال بنطلع من البيت كلنا، ويقعد عبيد الله مربط في البيت لمدة يوم، وهم ميت لمدة يوم، يمدينا احنا نحشنا وبعد اليوم يطلع بكيفه. تضمنون خويكم ما يطلع قبل اليوم؟ قالوا الحنشل اللي مزبنين عبيد الله، قالوا والله نضمن حنا. قال اجلتهم، وطلعوا الحنشل وقعدوا اللي حامين عبيد الله يدورون يشوفون خاف فيه واحد من دس، واذا طلع وقتله قالوا ما عليك حنا نراقب لك. قال بالله شوف الفرشات تحت. قال يا اخو ما تحت الفرشات تحت. فتشوا ما لقوا في البيت تحت. قالوا حنا حتى بنراقب من برا، ما نبلحقينهم على طول عشان ما يرجع حد ويقتلك، ما عليك بس تكفى لا تبور فينا وتعلم علينا. قال والله انكم في وجهي. يقول هو يقول عبيد الله القاطع الطريق اللي زبنه. قالوا خير، وهم يطلعون ويخلون عبيد الله. قاعد عبيد الله في البيت الحالة، وكل ما سمع صوت ولا شيء فز، والله لو انزل، خايف يبقى من الحنش لاحد ولا مقبل باقي ما راح معهم ويقتله، خايف. ويوم طلعت الشمس هو يطلع من البيت بسنوية الحارة يطلعون فيه. قال ايش فيك؟ كما في شيء، انا انفسخته، قررت اني افسخ، ما يبي يعلم هو يطلع يروح بكلاوية بسنوية، رايح ولقى له قافلة رايحة المدينة معهم وركبوه وراء. رجع عبيد الله لمدينته ساكت ما يعلم احد يعني، بس متغير الرجال يعني، كلنا ملاحظ، حتى الحمار ملاحظ عليه انه متغير، ما عاد يجي احد يعزمونه يقول والله ما حد باجتماعي، خلاص ساكت اللي صار له مو بسهل. فبعد سنة ونص راح لصاحب الشرطة، صاحب الشرطة صديق أبوه، فكان يجيه بين فترة وفترة. فجاه مرة وقال صاحب الشرطة بس عن إذنك العسس جايبين 7 حرامية بطلع بقابلهم، العسس يسمونهم الطوافة، يطلعون آخر الليل شرطة ويصيدون الناس. فقال بطلع معك. ويوم طلع الذي ما يشوف مقبل أول واحد فيهم، والرجال اللي حماه، وواحد ثاني من اللي حموه، والباقيين من 29، 7 ذولي من 29 اللي كان معهم في القبو جابهم الله قدامه. يوم شافهم عبيد الله بدأ يرتعد وطاح على ركبته. قال صاحب الشرطة وش فيك؟ هو ما يدري انهم ماشيين عقله ذولي ما. قال سالفتي انا مع ذولي سالفة. قال وش هي؟ هو يعلم هالسالفة كلها من اولها لاخرها. قال صاحب الشرطة وانت تقابلني بين فترة وفترة ما علمتني ليه؟ قال هابلين عقلي، خايف اعلمك القاهم مرة ثانية، بس الحمد لله اني يوم قابلتهم كنت معك. وصاحب الشرطة ياخذ عبيد الله بيده ويجيبه، قال من اللي ساعدك من 7 ذولي؟ قال عبيد الله اليمين ذا وذا. قال حلو، طلعهم على جنب ذولي بالله. وين مقبل يا عبيد الله؟ قال عبيد الله مقبل. قال مقبل دب قسما بالله لاخذ كل وقتك، والله لاخذها معي والله لو فتحت فمك. قال عبيد الله هذا مقبل، هذا شفت هذا مقبل، ويهددني بياخذ كل وقتي ومعاي. صاحب الشرطة يسحب مقبل بشعره. قال صاحب الشرطة هالمقبل ليه سويت في عبيد الله كذا؟ وش ضرك فيه؟ قال ما ضرني في شيء، ولكن أنا أحسده على النعمة اللي هو فيها، أحسده على الفلوس اللي تجيه، ودي أشوفه في فقر وفي جوع وفي حاجة. قال صاحب الشرطة هو قصر عليك في شيء؟ قال لا، بس أنا ودي أني أشوفه كذا،
ودي اشوفه ذليل. قال صاحب الشرطة حلو، صاحب الشرطة يسحب شعره ويحطه عنده، هو يطلع السكين، هو يدكي نقبل ذكاه قدام الحنشل كلهم، ذكاه ونطراسه. والتفت صاحب الشرطة على الحنشل الأربعة الباقين وقال يا جنود قصوا روسهم، قصوا الجنود روسهم على طول. ويلتفت صاحب الشرطة على عبيد الله قال يا عبيد الله أما الاثنين ذول اللي معك اللي ساعدوك فأنا عافيت عنهم، ولكن أنت علمني كيف بترجميهم. قال عبيد الله تركهم عندي. هو يأخذهم عبيد الله لبيته ويشتري لهم لبس زين ويلبسهم ويتنظفون ويأكلون وعينهم من الخير. قال يا عبيد الله ترى نحن حانشا فالأول الخير، لا توسخي بينك فينا، خلنا نروح بس. قال والله ما تروحون، وانسوا سالفة انكم حانشل. فتح لهم محل في السوق بجنبه وعلمهم التجارة وعلمهم كيف يبيعون ويشترون، وقال بقى من اخوياكم اللي ساعدونا احد خليه يجينا، وصاروا من افضل واكبر التجار في السوق. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا قصة يا اخوان. في وقت الدولة العباسية، بالضبط في وقت خلافة هارون الرشيد، كان في سوق بغداد رجال اسمها الصيرفي، يلقبونها الناس الصيرفي بناء على المهنة اللي هو فيها. هو كان يشتغل في الصرافة، فكان يجون هالناس يعطونه فضة ويعلمهم كم تسوى ذهب ويحولها لهم ذهب، وتجي عملات من بلاد فارس ويحولها، يعني شغلته كذا، عملات يحول من فضة ذهب، ويعرف بلاد خراسان كم تسوى عملتهم عندنا وكم. فنان فنان، من يوم ما يعطونه الذهب يحط تحت ضرسه بس هنا ويعض عليه، قال يا ابوي ذا مغشوش. رد فنان صاحب مهنه وكل يعرفه، كل يعرفه في السوق، كان مسيطر على سوق بغداد هو الحالة، كان فاهم في شغلته مره يعني، والتجار اليمين ويسار يحبونه مره. فكانوا يجون اليوم من مره الصيرفي، قالوا صيرفي تعال بالله دقيقه فيه الذهب اذا تاكد منه. فيجي ياخذ ويشمه، قال مطلي ذا من ذهب ذا مطلي مغشوش، يعني يمشي يتقدم يعني ويلقى واحد من جيرانه ثاني يقول صيرفي بالله تاكد لي ذا يا رقم. ياخذ الصير يقرط، قال 22 هو قايل لك 22، قال لي صح 22. وكان عايش هو حياه جميله في دكانه، يجون هالناس بيحول لهم عملاتهم وفلوسهم. لين يوم من الايام جته جاريه، يعني هو يشتغل، قالت لو سمحت اخوي ويشتغل، وقالت له سمحت. هو يرفع راسه يطالع فيها، الا لا اله الا الله، يعني وجه جميل مملوح مرتب، عيونها ماخذه 40% من وجهها، يعني عيونها كبار. قال هلا، قالت انا عندي فضه ودي احولها ذهب، تعلمني كم تسوى قيمتها ذهب. قال فضه تحولين؟ انت لو تاخذين من الحصى، شفت الحصى اللي طايح ذا، شوفين هذا، لو تاخذينه وتعطيني حولت لك ذهب، احنا واقفين الحين اعطيتك ذهب. وهي تضحك، قال اعجبتك ضحكتك؟ قالت ايه. قال يلا تزوجنا خلاص تزوجنا. فاستحت الجاريه وجت يسار، فقال الصيرفي مولاك وينه؟ والجاريه مستحيه ما ترد، قال يا بنت مو بوقت حياة، مولاك وينه؟ قالت ذاك اللي واقف. فراح الصيرفي مولاها وقف عنده وقال صبحك الله بالخير. قال مولا الجارية يا هلا وسهلا. قال الصيرفي طال عمرك الجارية دي اللي واقف عند الدكان عند دكاني، هذه جاريتك؟ قال مولاها ايه جاريتي، لا يكون سرقة شيء؟ قال الصيرفي لا والله سرقت، الا سرقت طال عمرك سرقت والله شيء من بين الضلوع هنا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله. انا والله اني انا ودي اتزوجها، فانا ما اقدر اتزوجها وهي جاريها عندك، فانا ودي انا اشتريها واعتقها واتزوجها. قال مولاها ابرك ساعه والله هذا شيء يسعدني. قال الصيرفي لانك تعرف يعني الواحد يعني ما يدري يعيش لمتى، يعني وده يجيب عيال يعني ويصيرون عياله واجد والله لك الحمد، فكم قيمه الجاريه؟ قال مولاها الجاريه ب 500 دينار ذهب. قال الصيرفي دقيقه، انت حاسب علينا عيال في البيع؟ قال ما جايبين عيال يا اخوي، انت ايش فيك 500 دينار انت صاحي؟ قال مولاها يا اخوي 500 دينار يا بتشتري ولا لا تشتري الطريق علينا وخر خلنا نمشي. قال يا ابوي انت سديت بابنا حنا خل الطريق. يا ابوي انا قايل لك انا بعتقها يا اخي، بعتقها وبتزوجها ليه 500 دينار يا اخي؟ وش نعيش به حنا؟ قال مولاها يا صيرفي 500 دينار ذهب انت بتدفع ولا توكل على الله؟ قال صيرفي اسمع انا بعطيك 300 دينار ذهب اسمع. قال مولاها يا صيرفي قال اسمع. قال الصيرفي اسمع يا اخي تكفى خليني اكمل، انا بعطيك 300 دينار ذهب وترى الذهب بيرتفع والله العظيم، والله ما علمت الا انت، بيرتفع الذهب انا عارف السوق، فانت الفضه اللي عندك حولها ذهب، وان كان عندك شيء بيعه بيرتفع سعر الذهب. قال مولاها يا ولد انا احنا ما طلبنا نصيحتك، احنا ما عدنا بايعين، امشي يا جاري امشي تعالي ماني بايع. والجاريه تجي وتقف ورا مولاها
عيونها الفاتنة طالع في الصيرة، في عيونها كلها دموع والصيرة في طالع. قال مولاها يلا مشينا، قال الصيرة في دقيقة. ايه والله ما تروح خلاص. قال الصيرة في خلاص خلاص. قال مولاها 500 دينار ذهب. قال يا اخوي خلاص يلعب ليس البيع اللي السوق كله درى عنها، خلاص يا اخي خلاص بنعطيك 500 دينار الحين. الصيرة في يرجع دكانه يفتح الصناديق ودنيا ويجمع يجمع حصيله كله 500 دينار. يجي عند مولاها قال ها هذا 500 دينار، يعني لو تعطيني بس منها دينارين بس ولا اشتري لحم الليله ولا. قال 500 ما ينقص. قال هاك هاك. يروح يشهدون عاد الناس في البيعه. قال مولاها يوم خلص يعني الله يبارك لك يا صيرفي. قال الصيرفي انت لا تدعي، انت ما اسمح لي يدعي لي ذا، انت لا تدعين. يجون ناس يمسكون الصيرفي. قال لي بس لا يدعي ذا، ما حد يبي لك شيء انت، خلاص رح. يروح مولاها والصيرفي ياخذ الجاريه ويروحون للبيت. فتزوج الصيرة في الجارية وعاش معها حياة حلوة مرة، كان يحبها كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله. فكانوا جيرانه يجون يطقون الباب يقولون صيرة في هاي، فيفتح يقول هلا. قال يا أخي شوف دكانك، شوف أمورك، شوف السوق. قال يا العريس عريس جديد يا. قالوا يا صيرة في لك 3 شهور أنت صاحي. قال دقيقة أنا جايكم أصيح، أنا جايكم أقول أعطوني شيء، ما لكم دخل يا أخي، أنا مستانس. قالوا يا صيرة في يا صيرة في اطلع تكفى راح محلك، شوف الذهب وشوف أمور الذهب. قال يا عيال الذهب عندي في البيت، انا طحت في الذهب، يا خلوني يا اخي. قالوا انت سفيه، شفت انت سفيه، حركات دي اللي انت تسويها والله ما يسويها الا السفيه، بس ربي ربك الله. وراحوا خلوه. كانت خطه يعني الصيره في بتوفيق الله في التكاثر ناجحه يعني، فاحملت الجاريه يعني. فجلست الجاريه طالعت الصيره في، قالت ممكن اطلب منك طلب؟ روح يا اخي روح يعني. أنا ما ودي أشتمك، روح بس يا أخي لا تخليني أشوفك، فكنا. قال أنا وين أروح؟ قلت يا أخي اطلع اطلع، رحت جيب لنا أكل يا أخي، ترزق ذبحنا الجوع هنا. قال يعني أنت تبيني أرجع لسوق الصراف؟ أنا بس ما كان مودي أخليك. قلت لا خلني خلني أروح أرجع تمرجل مع الرياجيل. قال سهلة الصرافة لعبتي والله. راح ولبس ورجع للسوق حق الصرافة. دخل الصيرة في السوق يوم التفت إلا إثرها مبطي مرة، محلة الصرافة منتشرة في كل مكان والناس صرافة ودنيا. هو يجي يفتح دكانه طالع قال صرافة صرافة ذهب فضة، نحول ذهب فضة عملات. قال ما حد يطالع فيه ولا الناس يمين يسار يبيه. قال صرافة ذهب فضة نزود في الميزان ننقص وافهم. ما حد طالع فيه، ما حد يجي، الناس في محلة الصرافة يمين يسار. هو انسحب عليه السوق، نبطيت عنه نسوك خلاص خلوك. فطلع الصيرة في يمشي بين الناس قال ذهب تراني عارف الذهب المغشوش الذهب. واحد يجي بحاسب قال صيرة هات 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 عض عليها علم. قال يقول تعض فك فك يدي فك. والصيرة الناس مستنكرينه. قال خلاص يا. فرجع الصيرة في البيت لزوجته الجارية الحامل. قالت ها بشر كيف السوق؟ قال والله ماش ولا شيء والله. قالت ولا شيء ولا شيء؟ قال والله ولا شيء. قالت ولا عضعضة ولا شم؟ قال ولا عضعضة ولا أي حاجة. قالت لا إله إلا الله. قال بيسرها الله بيسرها الله. هو يروح يشيل من الأثاث اللي عنده ويشيل من الأمور يحطها كلها يسحبها يوديها للسوق علشان يبيعها يعني، ويجيب لها لحم ويجيب لها شيء من خبز بس يمشي أمورهم. فبلغ فيهم الفقر إن ما عاد بقى شيء عندهم في البيت ينباع، باع كل شيء ما عاد بقى إلا أفرشهم بس. وحدة من الليالي والصرف يطلع من بيت آخر الليل يعدي البيت جاره ويطق الباب ويفتح جاره الباب. قال سم يا صيرفي. قال الصيرفي الرجال يولد الحين أنت خلاص. قال جاره زوجتك خلاص تولد الحين؟ قال إيه والله أنا جايك الحين، أنا ما أدري شو أسوي بالله، تكفى لو تنادي بس زوجتك ولا حريم الحارة تكفون بس تشوفون إيش السالفة، لأني أنا ما أدري والله، أنا والله ما أدري عن شيء. وحريم الحارة كلهم يطلعون ويجون يدخلون بيت الصيرة. في يوم دخلوا وشافوها وحدة منهم تلتفت عليها قالت حسبي الله عليك، حسبي الله، شوف حالتها من الجوع، كيف معيشها كذا انت؟ قال ايه انت تتوقعيني انا ما اكل الاكل عنها؟ كلنا جوع، كلنا عايبين فينا، وش اسوي؟ قالت حسبي الله عليك وضعها صعب. هي تريد تكتب ورقة فيها طلبات هي تعطيها الصيرة. في قالت رح جيب الاغراض بسرعه رح. الصيرة في طالع ورقة قلت دقيقه يا عم ليس الوالده اللي يكلف ذا يا ما من وين اجيب ذي، انا ما معي فلوس. قالت راح دبر نفسك تكفى. والصيرة في يطلع اخر الليل يعدي ما يدري وين يروح. والصيرة في عدي بين الحواري ويلقى له محل بيسكر خلاص،
هو يجيها الصيرة في قال تكفى معلش تكفى بالله بالله اعطني الاغراض اللي فوقها دي بسرعة تكفى. قال ذاك كويس كلها موجودة عندي هات فلوس. قال الصيرة اسمع انا والله ما معي فلوس بس انا حرمتي بتولد الحين والله العظيم بس انت حطني اياها والله اني لسددك. قال على المحل يا ابوي رحت وكل الله انا كل ليلة جايني واحد حرمتي بتولد شوف ذا هذا حرمتي ولدت في الشهر 4 مرات ذا يا ابوي والله العظيم ما اتاخذها لين تعطيني فلوس. قال يا ادم اتق الله اتق الله اقول لك احنا في مشكلة كبيرة تكفى حرمتي بتموت. قال راعي المحل توكل على الله توكل على الله انا شغال هنا قاعد اولد الناس ما هات فلوس اعطيك قرض. هو يصك الباب والصرف يعدي بين المحلات ويحدي في الحارة الدنيا مقفلة واللي فاتح ما يعطيه عشان ما معه فلوس ما يدري وين يروح. هو يرجع للبيت عادي لبيته يوم اقبل على البيت وهو يشوف حريم الحارة طالعات من بيته يطالعون فيه. هو يطالع فيهم قال الصرفي وش ايش فيكم حرمتي ماتت. قالهم ساكتات يطالعون في بعض ما يردون عليه. قال حرمتي ماتت. قال ايه ما دخل البيت الصيرفي عطاهم مظهره بدا يعدي الشارع اخر الليل يبكي يتهشم ورجع للحارة يصغر في السهد بالله يا صيرفي السهد بالله ويروح يعدي يبكي. فكان الصيرفي يعدي ويبكي لين وصل عند جسر نهر دجلة. يوم طلع على الجسر ويطلع على حافة الجسر بيحذف نفسه في نهر دجلة ويموت خلاص يبي ينتحر. ويقف على حافة الجسر ويلتفت يمينه اللي يشوف رجال واقف يطالع فيه. قال الصيرفي لا تقرب لا تقرب وتحاول تمنعني. قال الرجال لا لا والله لا والله قاعد اتفرج انا لا خذ راحتك عادي خذ راحتك. الصيرفي يرجع يطالع فيلمه. يبدا الصيرفي يفكر في راسه ان كانت حياتك صعبة يا صيرفي تخلي اخرتك نار تنتحر يا صيرفي. هو ينزل الصيرفي من الجسر هو يمر ذاك قال ذاك ما انت منتحر. الصيرفي طالع فيه ما رد عليه ويروح. قال ذاك يا عم لي صدي على الوقت يا اخي لا ما يصمل لا تصمل لا تطلع ويروح ذاك يمشي. ويبدا الصيرفي يمشي من قريه لقريه ما عاد رجع بيته خلاص ما عاد دافنها ما عاد بشايفها خلاص. يطلع من قريه لقريه من قريه لقريه يمشي لين وصل الخراسان بعد ايام. يوم وصل الصيرفي الخراسان كان ذابح حزنه هالايام الاولى تعبان مره. وقابل التاجر وقال انا ودي اساعدك انت وش تتقن؟ قال انا اعرف اعض انا صرافه وذهب لعبتي مره. فقال يلا تعال خليك معي. فخلى الصيرفي يمسك الصرافه للقصور في خراسان عند الولاه والدنيا صرافه والدنيا ذيك اللي ابوها عند الصيرفي. فجمع الصيرفي ثروه عظيمه جدا عاش 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 حياه ثانيه مختلفه ثانيه في خراسان. قعد في خراسان 28 سنة هو شغلة الصرافة هناك. جمع أكثر من 20,000 دينار ذهب خلاص 20,000 يعني جمع مبلغ هائل جدا من الصرافة. حياة مختلفة تماما. وطوال 28 سنة في خراسان ما نسى زوجته الصيرفي ولا تزوج بعدها إطلاقا ما تزوج بعدها. كان يشوفونه بين فترة وفترة يجلس مع نفسه ويبكي يبكي لين يصفي راسه لأنه كان يحس أنه هو سبب موتها. فيوم من الأيام جاء الصيرفي وقال إخوان من يشتري أملاكي في خراسان؟ قالوا شو جاك؟ قال من يشتري بسرعة؟ اشتروا أملاكه واشتروا دنياه واشتروا هو بدالها بضايع كلها. وقال فمان الله أنا راجع لبغداد راجع لديرتي خلاص أبو موت هناك. قالوا يا صيرفي حنا هلك الحين وديرتك هنا أنت لك 28 سنة عندنا. قال بيض الله وجهكم ما قصرت وأنا ماشي الديرة طلبت أهلها. فودع الصيرفي أهل خراسان واخذ معه بعارين وحط بضاعته عليها واخذ حصانه وراح راجع لبغداد خلاص يبي يرجع لاهله. فيوم قرب عند الاهواز هم ينزلون عليه حوانشيه بخيولهم قطعين طرق شنباتهم ودنياهم ويجونه. قالوا سلام. قال هلا وعليكم السلام. قالوا وين يا الاخو؟ قال انا راجع لبغداد اهلي انا تركت بغداد قبل 28 سنه كنت فقير وتوفت زوجتي وانحشت يعني الخراسان وكونت نفسي والحين راجع لاهلي وراجع لديرتي. قالوا الحمشي الله يعني هذه حاجة مؤثرة مرة تأثرنا تأثرت عيال. قال واحد ايه يمسح دموعه بشنبه ذاك يعني ايه والله تأثرنا. قالوا الحمشي هات فلوسك وانزل انزل انزل على الخيول انزل. نزلوا الصيرفي واخذوا البضاعة اللي معه وقالوا هات فلوسك طلع فلوسه وعطاهم. قالوا انت عشانك كبير سن ما نبي نضربك. قال الله يبيض وجهكم ويكثر خيركم هذه الاخلاق اللي نتكلم عنها. قالوا هاي الله الله يستر عليك. سرقوا اللي جمعه الصيرة في 28 سنة في خرسان أخذوه في دقيقة سرقوه كله وراحوا.
قاعد الصيرة في تلفة شايب ما عليها إلا ثوبة، ما يملك إلا ثوبة اللي عليه بس. يكمل طريقه يمشي راجع لبغداد. دخل الصيرة في بغداد معدم كأنه اليوم اللي طلع فيه من بغداد، بس اللهم إنها الحين شايب كبير خلاص. وبدأ يمشي ويطالع على البيوت، تغيرت مهم مثل البيوت والناس تغيروا عمر فراح يمشي المكان بيته القديم، يبي يشوف مكان بيته موجود ولا لا. فيوم وصل ما لقى بيته، لقى بدال بيته قصر كبير ماخذ بيته والبيوت اللي بجنبه مساحة هائلة. فما يدري من الناس ذولي ولا. فراح ولقى له رجال في بقالة بجنب القصر. فقال الصيرفي: السلام عليكم، كيف الحال غالي؟ قال الرجال: يا هلا يا عم مسرح. فيوم جلس الصيرفي يسأله قال: أنت ولد من؟ قال الرجال: أنا ولد حسن الخياط. قال الصيرفي: يوو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 و
قال أبوك كان غشيم، كنا نسرقه، دايم نسرق فلوس أبوك. قال الرجال الله يرحمه. قال الصرافي الله يرحمه غشيم يعني. قال الرجال طيب أنت من؟ ما عرفتني عليك يا عم. قال ما أنت بعرفني والله، بس الحين القصر هذا، القصر الكبير ذا، قصر من؟ قال هذا طال عمرك قصر أيمن، أيمن ابن داية أمير المؤمنين، أيمن اللي ماسك يعني الحاجب حق المأمون، والمأمون الخليفة يجي هنا مرات في القصر دا يسلم عليهم. قال صيرفي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، في بيت كان في مكان القصر، ما تدري وش صار عليهم أهله. قال البقال أي بيت؟ قال ما والله ما أدري أنت لحقت عليه ولا لا، بس بيت صغير كان بابه أخضر، تراه بجنبكم، كان بجنب البقالة هنا قريب. قال البقال إيه هذا البيت، هذا بيت الداية، هذا بيت اللي رضعت أمير المؤمنين المأمون. قال أنت شو تقول؟ هذه أنت فهمني. الصيرفي بدأ يقرب ويجلس. قال البيت ما صاحبته توفت. قال لا ما توفت، إيش فيك أنت؟ قال الصيرفي لا تجنني، هي بيت اللي كان بابه أخضر هنا، الحرمة اللي فيه داخل مو بتوفت، توفت مبطي لها 28 سنة. قال لا يا تمي ما توفت، هذه اللي رضعت الخليفة المأمون، اللي ولدها أيمن هو الحاجب حق المأمون الحين. قال الصيرفي اصبر تكفى، أنا راسي ما يجمع تكفى، في واحد من شبان الديرة موجود. قال بقال ليه عمي هنا. قال نادى عمك، تكفى نادى عمك يعني. هو بقال يروح ينادي عمه، ويجي عمه يوم شاف الصيرفي طالع فيه، قال أنت اللي تعض. قال لي العم بيس الذكرى الخايسة، إيه أنا اللي عض، أنا الصيرفي أنت تعرفني. قال ليش أنت وين رحت ندورك من زمان؟ قال طيب اصبر تكفى الله يرحم والدينك، القصر ذا وسلفته. قال هذه زوجتك، تذكر يوم انك طلعت من عندنا ورحت انحشت، زوجتك ما ماتت، زوجتك اغمى عليها ورحنا جبنا حنا الاكل وجبنا الاطباء وعالجناها وعاشت. قال الصيرفي انت شو تقول الله يرحم والدينك؟ قال قسما بالله. والصيرفي شايب تبدا عظامه تجرف، ما عاد ترجف تجرف الله يجرف وجهك، تبدا عظامه ترجف، ما عاد تشيله هو يجلس. قال الصيرفي كمل وصل. قال طال عمرك بعد ما ولدت زوجتك بعدها بيومين هارون الرشيد جاله الخليفة المأمون، ولد المأمون، فكان المأمون يرفض المرضعات، فكانوا يدورون مرضع، يدورون وما لقوا يعني وحدة جايبة ولد في نفس الوقت إلا زوجتك، فقبل منها المأمون، فصارت داية المأمون مرضعة المأمون، وربها أيمن والمأمون سوا، وأيمن الحين هو الحاجب عند المأمون، والقصر ذا قصره وله قصور ثانية، وصل من يشوف أيمن الحين. قال الصيرفي يا الله يا ولد، أنت وش قاعد تقول؟ أنت ما لا إله إلا الله. قال الصيرفي طيب أنا وين ألقاهم الحين؟ قال موجودين في القصر، موجودين يقابلون الناس العصر ويأخذون طلبات الناس وأمور الناس وينجزونها. قال الصيرفي يا الله يلا والصيرفي يروح يدخل القصر الهائل، قصر عظيم جدا وأثاثه وفرشه، ويجلس الصيرفي بين الناس يحترون الحاجب، يحترون أيمن يخلص أمورهم. يقول في يوم دخل، يقول دخل والغلمان وراه يمشون وراه، ويا مرداء ويقول خلص بالله أنت خلص اليوم راقدها، ويجلس يبدون الناس يقدمون طلباتهم له. يقول أول ما شفتها أنا أصلاً داري إنه ولدي أشبه، وبدوا الناس ينجزون أمورهم ويمشون لين ما بقى إلا الصيرفي وولده. فيوم خلصوا وأيمن يطالع في الصيرفي، قال تفضل يا عم وش مشكلتك؟ قال الصيرفي شو مشكلتي؟ جايك مشكلة بتصير مشكلتك أنت الحين، يلا جاي.
فوقف الصيرفي قدام أيمن، قال أيمن سم تكلم. قال الصيرفي من وين بدالك؟ يعني أنا أبوك. قال أيمن إن شاء الله أنك في مثابة الوالد إن شاء الله يا عم آمرني. قال لا يا غبي لا يا. أنا أبوك، أنا الوالد، أنا أبوك أنت. قال أيمن ما يخالف إن شاء الله يا عم ما يخالف، بنعطيك فلوس بنحسن أمورك إن شاء الله تنسى السوالف هذه. قال الصيرفي آه ها شوف أنا زاد يقيني الحين إنك ولدي لأنك غبي. يا بنتي من أبوك؟ أدخل على أمك وقل لها وش أخبار الشامة اللي في كتفها الأيسر. قال أيمن ولد أمي. قال يا غبي أمك زوجتي أنت، أنا أبوك رح ناد أمك رح نادها. أيمن يقوم استوعب، هو يطلع من الساحة والغلمان يلحقونه. والصيرة فيها قف الساحة شوي اللي جاي غلام، قال الحقنا. قال يلا هو يلحقهم لين يدخلوا في غرفة خاصة الأيمن جالس والصيرة فيه جالس، وتفتح الباب زوجته. وأول ما دخلت وشافها الصيرة فيه شاف وجهها اللي ما زادها الكبر والسنين إلا جمال، عيونها اللي ما تغيرت. وجت تمشي تقربه لين شافته زين، جلست عندها وقعدت تبكي وهو قاعد يبكي. وأيمن يجي يقول يا عم العلم ايش يا ولد فهموني. قالت الجارية هذا ابوك يا أيمن، ابوك اللي يقول لك 28 سنة ان ابوك ميت. قال أيمن انت تقولين انه وسيم. قالت انا حسبت حساب انه بيرجع. وأيمن يخم ابوه ويقعد يبكي وكلهم يبكون والغلمان يبكون والبقال مع الدريشة يتهايق فيهم ويبكي نهار فيه من البكاء ودموع الفرح شيء لا يوصف. واخذ ايمن ابوه ورتبه ولبسه وجلسه في القصر العظيم ذا، وعطى ابوه ذهب وصيرفي عض وقال لا يا ابوي لا تعض، واخذها منه. تغيرت حياة الصيرفي ودخلها ايمن على الخليفة المأمون وسلم عليها الخليفة المأمون وتحمد للصيرفي بالسلامة وقال لك عطاء سنوي منا. وعاش الصيرفي مع اسرته اللي هو فاقدهم سنين، عاش حياة عظيمة جدا. انتهت قصتنا يا جماعة الخير.